حسن مرواني خلاني انا باي سنه كانت؟ 88 9 ما اتذكر انا قبلها. لا والله قبلها هاي ناسيها انا اصلا. ذكرتني الان كنت جندي وواحد معانا كان اربع اسطر عنده شفتهم وقاعد بده يقرا اربع اسطر. قلت له هالكلام شنو هالكلام؟ قال لي انا كتبته. قلت له وحسن نفسه؟ لا ها ما هو هاي الاغنيه تعرف كم شاعر طلع لها؟ طبعا هاي صار خامس شاعر يدعي هذه الكلمات كلمات. طب انا شو دخلي تجون انت؟ الفشل ليس له اب. احنا نغرم كاظم الملايين، واحد يقول لك غرم كاظم السائر، واحد يقول لك يعني اللسان ما بيعظم مثل ما يقول. انت التقيت حسن؟ دخل اقول لك فعجبتني اربع اسطر انجنيت عليها. ورا فتره واحد بطريقه صدفه قال لي كاظم اي كلمات هذا؟ هاي انا اعرف واحد كاتبها كامله وانا اعرف ابن خالته. هيابا قلت له وين؟ من ال 85 ما اعرف اي سنه جابوا لي اياها، بالتسعين يلا لقيت حسن مرواني. يعني ظليت خمس ست سنوات انا ادور على هذا الرجل. حصلته يمكن بالتسعين لو 89 ما اتذكر بالضبط. ليس اتذكر اجاني جاب لي القصيده كلها كاتبها. رجل شخصيه هو استاذ لغه عربيه في ليبيا اسمه حسن مرواني. فعملت الموسيقى، اجا دخلت على الاستوديو سمع طل دموعه تنزل. اللي كاظم ذكرتني بالسبعينات انت، يعني انا كتبتها من كنت طالب بالجامعه ومسجله عندي بصوتي من لقيتها على المسرح. فاكو شهود طبعا معها. سالت قالوا ايه هاي كلمات حسن مرواني. طيب غناها رياض قبلك، رياض احمد قبلك ولا بعدك؟ سطرين كثير غنوا من عندها، غنوا من عندها سطرين. لا بعدي بغنى مهرجان بابل موال اضعته في عرض الصحراء قافلتي. لا بعد ما انا انجزتها يعني الاغنيه. نعم. فراح حقوق المؤلفين العراقيين اعترفوا انه هذه الكلمات حسن مرواني. طيب التقيت حسن بعدين ممكن يعطيك نص ثاني؟ انطاني نص ثاني جميل جدا. وش اللي موقفك ما تكمل؟ هم تحاول؟ والله اسمع كلامي وراك منذر. يقول لي ليش هذه تارك الاغنيه؟ قصيده جميله جدا اسمها الحلم. اها تحافظ منها شيء؟ جميله ما اقدر اقراها. لماذا؟ ما ليس بعدها مطالعة يعني.